السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصحابي وإخواتي وحبايبي بناتي صغيرين إخواتي الكبار، يا رب تكونوا بألف خير. تعالي أعمل لك أبسط وأسهل غدا ممكن تعمليه في حياتك أو تاكليه، بس طعمه إيه؟ حاجة كده متعة. عملنا رولات البذنجان بخلطة الكفتة، حاجة كده تحفة، سهلة وبسيطة جدا ومغذية وحلوة قوي. ولو حد عامل دايت يتفضل ياكل مكرونة معانا بدون صلصة، بدون تسبيكات، بدون أي حاجة نقول عليها دهون أو مسبك أو حاجة. أكلة سهلة وخفيفة وفي نفس الوقت ممتعة ولذيذة. عملنا مع بعض رول اللحمة أو لفائف البذنجان باللحمة، حاجة كده ايه تفكرك بالمسقعة بس المدلعة، من غير صلصة، من غير طماطم، من غير تلكيكات الدكاترة، بس بشوية بشاميل صغيرين وشوية جبنة موزاريلا، ده مسموح بيه يعني. حاجة كده طيبة ومستوية وريحة وشكل وطعم وكل حاجة حلوة فيها. بس لو لسه مشتركتش بالقناة في القناة بسرعة يلا اشتركي وكبري قناة العيلة عشان أفكر لك في كل جديد وكل بسيط وكل موفر وأعملهولك وتقدميه على سفرتك. حاجات شكلها تحفة وشكلها شيك وبسيطة وخطواتها سهلة ومكوناتها مش كتير ولا معقدة ولا أي حاجة. المكرونة عندنا هنا سادة، تقدري تعمليها مع رز، تقدري تاكليها مع سلطة خضراء بعيش، مش مشكلة أبدا أبدا تكون المكرونة، ممكن تستخدميها أو تاكليها بأي مكون أنت عاوزاه. أنا هنا رشيت شوية ملح على فلفل على كمون ورشيت شوية بابريكا علشان خاطر إيه أدي بس المكرونة لون كده أكثر البياض بتاعها. مكرونة مسلوقة عادية جدا ما فيهاش أي حاجة علشان خاطر الدايت وتلكيكات الدايت، ولا صلصة ولا حرقان معدة ولا دكتور يقول لي معرفش ايه وبطلي تاكلي مسبك وكده. معانا هنا نص كيلو لحمة مفرومة، تقدري تزودي الكمية او تقلليها براحتك. ده بشاميل اللي كان في الفريزر، شوية بقدونس على كزبرة خضراء، فصين ثوم، ملح، كمون، فلفل اسود، جوزة الطيب، بدنجانتين، بصلايه او بصلتين على حسب ما انت بتحبي الكفته بتاعتك فيها بصل قد ايه. قشرت البدنجان وسبت فيه شرايح من القشر كده، ما اخدتهاش كلها علشان خاطر اعرف اخرط البدنجان كويس، وبرده الشرايح دي بتضيف قيمه في البدنجان يعني ما يبقاش كله اللحم بس. هخرطه شرايح رفيعه جدا 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 على قد ما تقدري، وارش عليهم شويه ملح واركنهم على جنب. انا هنا بشرت البصل ومش هصفيه من المية بتاعته ولا حاجة، وخرطت عليه حتة فلفل حامي صغيرة، ودي البهارات بتاعتنا زي ما قلنا، وآدي الكزبرة على الشبت على البقدونس. هنحط بقى نطبق كل حاجة على بعضها. دول البشاميل زي ما قلنا كان في الفليزر، انا سايباه يفك شوية، وآدي البدنجان بعد ما رشينا عليه الملح. بصي انا مخرطاه رقيق ورفيع ازاي، وآدي المية اللي طبعا بينزلها بعد لما منرش عليه ملح. اقدر ارله تخرطيه بالراحه ورفيع، تقدري ايه بحيث ان انت تقدري تلفيه او ترليه. ادي الكزبره بتاعتنا على الشبت على البقدونس، يعني نص حزمه كده من كل حاجه. هضيف عليها البصل زي ما قلنا، ومخرطه معايا نص قرن حامي، وده اختياري لو مش حابه خلاص. والبهارات بتاعتنا يعني هنزل بكل المكونات كده على بعض، فصين الثوم المبشورين طبعا، هقلب بقى كل ده في بعضه. ويلا بسرعة لو ما اشتركتش في القناة اشتركي بسرعة. انا هنا ايه بصبع الكفتة، لازم الفها كده شوية في ايديا علشان خاطر ايه كل المكونات تتجانس مع بعضها. هي المفروض انت بتفضلي ايه تدعكيها كده في بعضها شوية وتسيبيها ساعة او ساعتين بحيث انها ايه تمتزج مع بعضها. انا ما عنديش وقت فهشتغل على طول، فلازم الخطوة اللي انا بقولك عليها دي بتفرق قوي 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 في طريقة سوى الكفتة. شايفة البدنجان دبلان ورقيق علشان متخرط رفيع، ركزي معايا. ولو لسه برضو ما اشتركتش في القناة يلا بسرعة اشتركي واعملي لايك وشير واكتبي لي كومنت حلو. برولها تاني، واللي قلقانة انها تفك منها اثناء التسوية ما تقلقيش خالص، مش هتفك منك ولا اي حاجة.
ولا قلية بدنجان ولا زيت، ولا الدكتور بتاع الرجيم يقول لك انت بتاكلي مسبك ومقلي ابعدي، لا احنا هنعمل بدنجان وهناكل بدنجان بس من غير زيت ولا غير من غير حموة على الصدر والمعدة، ما فيش الكلام ده. حاجات بسيطة عشان خاطر نريح الدكاترة بتاعتنا. معلقة زيت صغيرة في الجريل على النار، ودول ايه شوية لحمة كده اتبقوا معايا، عملت منهم كام كرات كراية كده من اللحمة من الكفتة الصغنونة دي عشان ما كانش باقي لهم بدنجان ارله فيهم، وهنزل بيهم على الجريل السخن هديهم تشويحة كده. لاحظي ان انا بحط الرولات البدنجان على الناحية المقفولة لتحت اللي بتتحمر او بتتلسع او بتاخد لون، بقلبها بشويش لغاية ما تحمر بالطريقة دي. شايفة التضليعة بتاعة الجريل بتطلع شكل الحاجة حلو قوي. مش عايزة اقولك بقى هنا ريحة الكفتة عاملة ازاي في الجريل، عاملة ايه في الجريل، مخلت البدنجان كله بقى ريحته كفتة، يعني اكني مش بحمر بدنجان ولا حاجة، اكني بشوي كفتة. اللي بتتحمر بقلبها على الاتجاه التاني وبجيبها من كل الجوانب. عايزة اقولك ان المرحلة دي الكفتة بتستوي فيها حلو قوي، يعني اللي بيحب ياكل الحاجة كده مش مهرية او مش مستوية قوي قوي ممكن يطلع في المرحلة دي وياكلها مفيش اي مشاكل. دول كانوا شوية بدنجان فاضلين معايا، كان الشرايح بتاعتهم مش مظبوطة، مش حرميهم ومش حاسبهم يسودوا ويبقى ملهمش 3000 لازمة، لازم اشوف لهم استخدام. شوحتهم في الجريل مكان الكفتة ومكان البدنجان الاولاني اللي كنا رلينه بالكفتة، اخد الريحة وتقريبا كده كمان اخد الطعم، وهستخدمه دلوقتي وهقولك هستخدمه ازاي وفي ايه. بس يلا برضو لو لسه مكسلة وما عملتش لايك وما عملتش شير وما كتبتليش كومنت حلو او ما فعلتش زر الجرس، يلا بسرعة اعملي فعلي زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل اشعار جديد وكل تكات وحركات قناة العيلة. فردنا هنا شوية بشاميل في صينية، وفردنا معاهم شوية البدنجان اللي احنا حمرناهم في الجريل، وهمسك بقى رولات البدنجان بتاعتي بالكفتة ارصهم ايه جنب بعض كده. البشاميل ده انا بعمله وبشيله في الفليزر علشان خاطر اي ايه حاجة كده تطق في دماغي اعملها بيه يبقى معايا جاهز، ومش لسه هتعب نفسي واعمل بشاميل من اول وجديد، وبطلعه استخدم الكمية اللي انا عايزاها تفك واستخدمها في اي حاجة انا بقى بعملها. كيسة كده بعملها بشاميل للطوارئ او لاي حاجة كده تطق في دماغنا نعملها. هرصهم جنب بعض زي ما انت شايفة كده، وبرضو قطع الكفتة اللي هي كانت معانا دي برضو رصتها معاهم، وبتاخد برضو وش بشاميل كده على جبنة موزاريلا وبتبقى اي خطيرة. فردنا شوية البشاميل بتوعنا الصغيرين المجمدين اللي ما كانوش فكوا لسه، وعليهم شوية جبنة موزاريلا، وهدخلهم بقى في فرن درجة حرارة 180 على الشبكة في النص، بياخدوا بالظبط من 20 دقيقة ل 25 دقيقة ويطلع بالشكل الرهيب اللي شفناه في الأول. طعمها حلو قوي، شكلها حلو قوي.